الجمهور الكريم، طبتم وطاب مقامكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. نسجل اليوم محطة أخرى من محطات التضامن اللامشروط مع إخواننا الفلسطينيين المرابطين في أرض المقدس. يأتي هذا اليوم التضامني في إطار المهرجان الذي تنظمه شبيبة العدالة والتنمية بالتنسيق مع الجمعيات التالية: جمعية الإشراق النسائية، جمعية شباب تلال، جمعية إقراء للتنمية والثقافة، تحت شعار من قرام لغزة مقاومة وعزة. وخير ما نفتتح به هذا النشاط التضامني آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا الأخ عبد الهادي إبراهيمي، فليتفضل مشكورا. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق الله العظيم. تكبير. أحسن الله إلى الأخ القارئ عبد الهادي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. أما الآن فمع كلمة للسيد إسماعيل أوجيت ممثل الهيئات المنظمة للمهرجان، فليتفضل مشكورا. حييكم بتحية الإسلام، تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما سمعتكم. هذا مهرجان تضامني مع الشعب الفلسطيني. تعلمون جميعا ما تعيشه غزة منذ الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك من قتل وتذبيح وتشريد وهدم للبيوت وللمساجد وللمستشفيات. لنا الله ولهم الله، لنا ولهم الله. بهذه المناسبة أريد أن أقول، كان يقول إعلانات البارح اليوم كيشوفون الناس كيسولونا اش بغيتو ديرو، كنقول لهم بغينا نديرو مهرجان تضامني مع الإخوان ديالنا اللي كيموتوا في غزة. هناك اللي عجبته الفكرة، اللي عجبته المبادرة، وكيدعي معنا ومعهم الله يوفقنا ويوفقهم ويعاوننا ويعاونهم. وكاين الذي يستهزئ بمثل هذه الأمور. هناك من قالوا لك صوبوا شي صواريخ وصفتوها منهم إلى بغيتوا تعاونوهم. قالوا لك صوبوا شي صواريخ وصفتوا منهم إلى بغيتوا تعاونوهم. وانتم كذلك بلاش غادي تسألوا واش هاد المظاهرات ولا هاد المسيرات ولا هاد المهرجانات اللي كنظموها نحن في المغرب وهما تضامنا معهم هما في فلسطين، زعما باش غادي تنفعهم؟ معلوم غادي نفهمهم. هاد المهرجانات وهاد المسيرات وهاد التظاهرات وهاد المبادرات اللي كديرها الشعوب العربية كتعطي ثلاثة ديال الرسائل أو الأربعة ديال الرسائل. الرسالة الأولى الإخوان ديالنا في المقاومة في قطاع غزة، كنقول لهم بلي راه ماشي بوحدهم، اللي راه
الشعوب ديال العالم العربي والعالم الإسلامي كلها متضامنة معهم، وكلنا يد في يد حتى تحرير فلسطين كلها إن شاء الله الرحمن الرحيم. الرسالة الثانية، الرسالة الثانية إلى صهاينة اليهود المحتلين المخربين، نقول لهم باللي الشعب الفلسطيني وغزة المحاصرة ليست وحدها، لن تفوزوا بها وحدكم، ما نخليوهاش لكم وما غاديش تسكتوا على هادشي اللي كديروا. إلى الحكام والأنظمة العربية والمسلمة سكتات، الشعب ما غاديش تسكت، لن نسكت على هذا المنكر. الرسالة الثالثة، الرسالة الثالثة إلى العالم، إلى العالم كله، بغينا نقول للعالم كامل بلي راه لن نتخلى عن غزة، ولن نتخلى عن القدس، ولن نتخلى عن الضفة الغربية، ولن نتخلى عن 48، ولن نتخلى عن بيت حانون، ولا بيت لاهية، ولا خزاعة، ولا جميع البلدات الفلسطينية، وإن شاء الله الرحمن الرحيم النصر آتٍ، والله سبحانه وتعالى هو اللي غادي يجازيكم على هذه المبادرة ديالكم وعلى هذا الوقوف ديالكم. تحية، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذا الجلوس والوقوف إن شاء الله يوم القيامة غيتحسب بكم حسنات، لأن القضية قضية ديال الأمة، الأمة الإسلامية. الآن قدم إلينا من مدينة مكناس، تحمل أعباء الطريق والسفر لكي يعطينا مما علمه الله، إنه الأستاذ عزيز عدنان، أستاذ وفاعل جمعوي ومهتم بقضايا الأمة. نطلب منه أن يتفضل الخشبة. مشكور. تصفيقات حرة أفاكم على الأستاذ عدنان عزيز. بسم الله، قاسم الجبارين وناصر المستضعفين، القائل في محكم التنزيل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والقائل عز من قائل: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. لك الحمد يا رب على نعمة الإيمان، ولك الحمد يا رب على نعمة القرآن، ولك الحمد يا رب أن جعلتنا عبيدا لك، لك الحمد يا ربي حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على حمدنا إياك. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا رسول الله، القائل صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال قائل: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بلى، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم مهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. صدقت يا رسول الله، صدقت يا حبيب الله. فاللهم احينا إخوة الإسلام على ملة رسول الله، وأمتنا على سنة رسول الله، وابعثنا مع حبيب الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الأحبة، أيها الحضور الكريم، يا سكان هذه البلدة الطيبة المباركة، بلدة كريمة أعطت المناضلين، أعطت الشرفاء، أعطت الكرماء، إنها بلدة جرامة. وأنا آتي الأحبة، وأنا آتي الأحبة من مدينة مكناس الإسماعيلية بأسوارها الإسماعيلية الخالدة وبزيتونها، وأنا أحمل في قلبي لكم التحية إليكم جميعا. فتحية نضالية صامدة خالصة
من صميم القلب لأهل بلدة برامة، وأشكر الحضور الكريم جميعاً بدون استثناء، أشكر الحضور الكريم بدون استثناء على هذا العرس النضالي الكبير. كل من ساهم من قريب أو من بعيد في إنجاحه فله الشكر العميم، والشكر موصول للأحبة الذين يتصلون معي كل دقيقة أينما حللت وارتحلت لكي أصل إلى هذه البلدة الطيبة. فالشكر لكم جميعاً أيها الحضور الكريم. اصبروا معي وصابروا ورابطوا لكي تأخذوا الكنز هذه الليلة، ولكي تأخذوا الإيحاءات والإيماءات والشيء الكثير الكثير يساعدكم إن شاء الله على أن تحيوا الحياة الطيبة في الدنيا وتلتحقوا بالركب العظيم في جنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. عندي أيها الحضور الكريم أربع رسائل، وهي مهمة ومهمة ومهمة. الرسالة الأولى جميعاً أن نربي أبناءنا على العقيدة الصحيحة، على عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله. مشكل المسلمين اليوم هو هذا يا إخواننا، مشكل المسلمين اليوم أيها الحضور الكريم هو هذا، لأننا ناضلنا باسم الاشتراكية ولم يزد إلا ذلا، وناضلنا باسم الشيوعية ولم يزد إلا خرابا، وناضلنا باسم الليبرالية ولم يزد إلا ذلا، وناضلنا باسم الرأسمالية ولم يزد إلا انتكاسا. فعزتنا هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيها الأخت الكريمة، أيها الأخ الحبيب، اعطي لابنك واعطي لأخيك واعطي لجارك هذا العنوان، هو أنه لا عز لنا ولا تقدم لنا ولا رقي لنا ولا سؤدد لنا إلا بلا إله إلا الله محمد رسول الله. انظروا أيها الأحبة، يوم بدر يوم كنا أذلة فعزل الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غير أذلنا الله، كما قال عملاق الإسلام وجبار الجاهلية عمر بن الخطاب، كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غير أذلنا الله. بالله عليكم كم كنا يوم بدر؟ كنا قلة قليلة، كنا لا نملك إلا فرسين، واحد للمقداد بن عمرو وواحد لعلي كرم الله وجهه، وسبعون إبلا، والمعسكر الآخر المعسكر الظالم كان يتوفر على كل الآليات وعلى كل مكونات الحرب وعلى كل آلية الحرب. ولكن كانت لنا العقيدة الصحيحة، كانت لنا العقيدة الصحيحة أن الذي ينصر هو الله، والذي يعز من يشاء هو الله، والذي يذل من يشاء هو الله، والذي يفعل في ملكه ما يشاء هو الله، وحيد الله لا إله إلا الله. فكان النصر حليفنا لما أشار الحبيب صلى الله عليه وسلم على الكتائب فقال أشير علي أيها الناس، فتكلم أبو بكر وقال خيرا، وتكلم عمر وقال خيرا، وتكلم المقداد بن عمرو، هالشاهد عندي، وتكلم المقداد بن عمرو رضي الله عنه وقال يا رسول الله يا حبيب الله امضي لما أمرك الله، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فتهلل وجه النبي، لأن هذا الصحابي عرف معرفة حقيقية بأن النصر من عند الله. فكان نرجع إلى واقعنا لكي أربط الحاضر بالماضي لكي نستفيد من الماضي التاليين. سقطت قرطبة، وسقطت إشبيلية، وسقطت الأندلس، وسقطت الخلافة في 1924، وسقطت سراييفو، وسقطت مجموعة من الدول الإسلامية، واستعمرت أرض فلسطين الجريحة إلى يومنا هذا، ودخلنا المعركة بدون عقيدة، دخلنا المعركة بدون عقيدة. فكانت النكبة وكانت النكسة
وكانت الطامة وكانت الصاخة وكان الذل وكان الهوان، كما قال البنات حفظهن الله ورعاهن الله، يدخلن علينا ويغتصب نساءنا ويهدم مساجدنا ويفعلون من الأفاعيل منذ استنشاق عزل القصام ألف سنة بعد منذ 1917، مرورا بالهجرة السوفياتية 1927، مرورا باستشهاد عزل القصام إلى 1948 حدث النكبة، إلى حرب 67، إلى الاحتلال الكيان الصهيوني، إلى مجزرة الزعتر وصبرة وشتيلة، إلى كامب ديفيد الأولى والثانية ووادي عربة وشرم الشيخ وأوسلو ومدريد، ولم نزل إلى جلة. ولكن لما غيرنا البوصلة وكان عز القصام رحمة الله يوم حينها رب أجيال على العقيدة الصحيحة، رب أجيال على لا إله إلا الله محمد رسول الله، ها هي الثمار أينعت، وها هي يعني المرحلة قد حزمت، وها هو النصر قريب إن شاء الله. لا تيأسوا رغم الجراح رغم الآلام رغم الأحزان، أبشركم يا سكان كرامة فإن المستقبل للإسلام، وبأن المستقبل للإيمان، وبأن تحرير أرض فلسطين ليس بينه بيننا وبينه إلا قليل إن شاء الله، لأن الله عز وجل قال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا نشي عبيد، وما أكثر العبيد وما أكثر العبيد في هذا الخط من طنجة إلى جاكرتا، ما أكثر العبيد. ولكن قال القرآن العباد بالألف الطويلة، عباد يعبدون الله يصلون الأرحام يحسنون إلى الآباء يحسنون إلى الجوار، لا يأكلون أموال الناس بالباطل، لا يظلمون الناس، لا يعتدون على الناس، لا يخربون. شعارهم إنه معاذ الله. شعارهم قال كلا إن معي ربي سيهدين، فكان ماذا؟ فكان النصر، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. أيها الحضور الكريم، لاحظ وكأن القرآن ينزل علينا في بلدة كرامة في هذا اليوم السعيد، يوم السبت تام الغش بهذه البلدة، النصر نكيرتين متتابعتين لإخوان في اللغة العربية تفيد التحقق في المستقبل. الرسالة الثانية وهي لا تقل أهمية عن الرسالة الأولى، وهي دراستنا لقضية فلسطين، دراستنا دراسة جميلة جامعة كاملة مانعة، لأن هناك أناس يتشدقون ويتبجحون بدون علم ويتكلمون في قضية فلسطين بدون علم، فيقولون بلسان حالهم أن فلسطين باع أرضهم وأن فلسطين ضيعوا الأرض تاعهم وأنهم ابتسم عليهم. هذا كذب وهذا تسويق لكلام صهيوني والله يا إخواننا، لأن لما سقطت الأندلس ضعف المسلمون ودخل الاستعمار ومزق المغرب الأقصى إلى دويلات ومزق الحجاز إلى دويلات ومزق الشام إلى دويلات، وانتصر علينا الرجل الأبيض بسلاحه وعتاده، فكان ما كان أن استعمر جميع الدول، وفلسطين ليس بدعا من الدول الإسلامية والعربية، هي الأخرى استعمرت. فماذا كان؟ أن الدولة الإمبراطورية البريطانية هي التي سلمت هذه الأرض إلى هذه العصابة المجرمة، ما تباعت لا أرض ما والفدخلوها وفسدوا فيها وهدموا المساجد وقتلوا الشيوخ على يد العصابة الإرهابية الصهيونية شاس ومجموعة من الجماعات الصهيونية. فلذلك علينا أن ندرس أبناءنا فلسطين والقدس عاصمة فلسطين وحدود فلسطين
ومدينة ومدن فلسطين حتى لا يكون علينا درب يوم لقاء الله، لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول لنا: من بات وأمسى ولم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. والله أخي الحبيب أختي الكريمة، هذا ميزان، ماشي الخضارة، ماشي تاع الفاخر، ماشي تاع الحلم، هذا ميزان تاع الدم. شوف أنت أين حالك وما موقعك وأين تضع قضايا الأمة بين عينيك. من بات، يقول صلى الله عليه وسلم، من بات وأمسى ولم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. فالاهتمام بأمر المسلمين واجب، والبكاء لحال المسلمين واجب على كل مسلم ومسلمة ولو بالدعاء. الرسالة الثالثة، وهي رسالة لا تقل أهمية عن الأولى والثانية، وهي ماذا؟ وهي أن نربي أبناءنا على ماذا؟ على حب ماذا؟ على حب الخير، ولا حب النضال، وعلى حب الإسراع إلى نصرة المستضعفين، إلى نصرة المستضعفين. آباؤنا وأجدادنا الذين حرروا هذا الوطن ومن الاستعمار ربونا على ماذا؟ على المصارعة للخيرات وعلى النضال إلى المخيرات. فلذلك أيها الحضور الكريم، علينا أن نربي أبناءنا على هذا. أما شوفوا سكت صهاينة الجبوهنة، أما ما تخشيت ديك بغيرها ما يعطيك حلوشة صهاينة الجبوهنة، أما مدي خير ما يطرابات صهاينة الجبوهنة، أما قدم المهم ترتاح صهاينة الجبوهنة. بل المسلم العاقل الراشد هو الذي يدعو إلى الخير ويفعل الخير ويأمر بالخير. لذلك قال فلسطين أمانة وتتبع حيانا، فلسطين أمانة تتبع حيانا، فلسطين أمانة تتبع حيانا. إذن أيها الأحبة، اسمحوا لي إن كنت ثقيلا عليكم رغم أن جسمي خفيف جدا وجدا. والله أنا والله يقوم على غيجوج، ومنهم نسألوا الإخوان من الحفل اللي بغي يناقش معايا ناقشوا الليل كامل، ولكن رحمة بإخوان بأخواتنا، ورحمة بالمنظمين، ورحمة بقية الرسالة الأخيرة، وهي أهم الرسائل. الرسالة الرابعة والأخيرة هي مقاطعة هؤلاء الأعداء، مقاطعة هؤلاء الأعداء على جميع مستويات، على جميع مستويات. نقاطع على المستوى الاقتصادي، وعلى مستوى الثقافي، وعلى المستوى السياسي، وعلى جميع المستويات. والرسول علمنا هذا صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم، يعني في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقاتلون اليهود حتى يختبئ اليهود وراء غزة، غزة رجل عزة، غزة غزة رمز العزة، غزة غزة رمز العزة، غزة غزة رمز العزة. لتقاتلون اليهود حتى يختبئ اليهود وراء الحجر والشجر، فينطق الحجر والشجر ويقول: يا عبد الله، لاحظ الخطاب بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، يا عبد الله، يا عبد الله، ماشي يا عبد موسكو أو يا عبد أمريكا أو يا عبد الشرقي أو يا عبد الغربي، يا عبد الله، يا عبد الله، هذا يهودي من ورائي، تعال فاقتله إلا شجر الغرقد. انظر إلى هذا الحديث، يبين ماذا؟ يبين رسالة، هو أن الإنسان إلى ما قدرش أنه يكون في المعركة هناك في أرض المنشر وأرض الحشر وأرض مصر الحبيب صلى الله عليه وسلم، أن يقوم بمقاطعة هذا الكيان الغاصب. أنا أتعجب لأبنائنا ولأخواتنا ولكثير من الناس لا زالوا لماكدونالدز عابرون، ولكوكاكولا شاربون، ولمجموعة من المنتجات الصهيونية متعاطون. فيا إخواننا، يا إخواننا، هذه المقاطعة هي واجب على كل مسلم ومسلمة. وكذلك نقاطع الذين يطبعون مع هذا العدو، نقاطع كل من يريد أن يطبع مع هذا العدو،
بذ بالحكمة أولا وبالحوار، ولكن إذا أبى إلا أن يعامل هؤلاء الخنازير وإلا أن يعامل هؤلاء الناس فعلينا بمقاطعتهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. فجميعا علينا جميعا يا إخوتي أن نتعاون وأن نتضامن وأن نتحد، ولا بد من طلوع الفجر، لا بد من طلوع الفجر، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء. ويقول الله عز وجل ألف لام ميم أحسب ألف لام را أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ختاما جميعا 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 بالدعاء، تحية إجلال وإكبار لأهل غزة، تحية إجلال وإكبار لأخواتنا الكريمات في غزة، وللمجاهدين في غزة، وللصابرين في غزة، تحية إجلال وإكبار لكل من يقف مع غزة، تحية إجلال وإكبار لكل من يدافع عن غزة. الرحمة والجنة لشهدائنا الأبرار، الرحمة والشهادة لشهداء والجنة لشهدائنا الأبرار، والخزي والعار والخزي والعار لكل المتربصين ولكل المتصهينين ولكل المجرمين الذين يحاصرون غزة التي لا تتجاوز مساحتها 360 كيلومتر، بعدما كانت تتجاوز مساحتها وللأمانة العلمية 560 كيلومتر، ولكن في 1949 أن أخذ العدو الصهيوني من غزة 200 كيلومتر مربع فبقيت لها 360 كيلومتر مربع. فالحياة الحياة لأهل غزة، والنصر لأهل غزة، والمساجد التي هدمت والمستشفيات التي هدمت، إن السواعد الغزاويين قادرين إن شاء الله على بنائها. تحية نضال وإكبار الحضور الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.